السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جماعة؟ رب تكونوا بخير. معاكم دكتور أحمد عبد الوهاب. كنا اتكلمنا مع بعض المرة اللي فاتت على connecting sentences، واتفقنا على ال basic structure بتاعة أي paragraph هيقابلنا في ال SAT، whether بنتكلم عن ال reading أو على ال writing. أحب أفكركم بجزء صغير من حصة النهاردة، من الحصة اللي فاتت، عشان نعرف نبدأ مع بعض حصة النهاردة. كنا اتفقنا إن ال questions في ال SAT writing section بتنقسم لأربع أجزاء. اتفقنا ان اول نوع الكويستشنز اللي ليها علاقه بكونكتنج ذا مينينج، وكنا اتفقنا ان غيرهم في كويستشنز بتسال على البيزك جرامر، وكويستشنز بتسال على الادفانسد جرامر، وكويستشنز بتسال على الستايل. كنا اتفقنا ان الكويستشنز اللي بتسال على كونكتنج ذا مينينج تمام بتنقسم لاربع سب تايبس. كان أول حاجة الـ questions اللي بتسأل على الـ sentence placement، اللي هي إن احنا in addition, deletion أو changing of the order، وده اللي اتكلمنا عليه مع بعض في المرة اللي فاتت. وكنا اتفقنا إن في questions بتسأل على الـ graphs، أو إنك to connect الكلام اللي بيحصل في الـ graph، أو الكلام sorry اللي بيحصل في الـ passage بالـ graph. وكنا اتفقنا إن في questions بتسأل على الـ word replacement، أو إن احنا replace a certain word with the most appropriate option. تمام. واخر حاجه زي ما اتفقنا كان في questions بتسال على الترانزيشنز. المره اللي فاتت احنا اتكلمنا عن السنتنس بليسمنت، المره دي ان شاء الله هناخد كل ما يتعلق بالترانزيشنز. مبدئيا عايزين نبدا مع بعض بان احنا نسال سؤال مهم جدا. عايزين نسال مع بعض يعني ايه اصلا ترانزيشن. تمام. فاول حاجه احنا عايزين نسالها مع بعض يعني ايه اصلا ترانزيشن. لو انا عايز ادفاين الترانزيشن ممكن اقول ان هو عباره عن a word or a group of words. That are used to clarify. وكلمة clarify يعني ان انا عشان اوضح. تمام. To clarify the relationship between two ideas. تمام. Usually ال two ideas دول بيبقوا in two separate sentences. تمام. طيب ده كايه؟ يعني ايه بقى الكلام ده؟ يعني احنا اتفقنا دلوقتي ان a transition هو عبارة عن a word or a group of words whose function عامة is to ايه؟ to clarify the relationship between two ideas او two sentences. تمام؟ بعد ما عرفنا اول حاجة ال definition، الحصة دي ان شاء الله هتمشي ازاي؟ اول حاجة عشان نفهم الفكرة طبعا هناخد ال various relationships. يعني احنا اتفقنا ان الترانزيشن هي كلمه بتوضح او بتكلاريفاي الريليشنشيب بتوين تو ايديز اور تو سنتنسز. فاول حاجه هناخد الديفرنت تايبس اوف ريليشنشيبس، وباذن الله بالنسبه لكل تايب من الريليشنشيبس هناخد عليه اكزامبلز. تمام. وبعد ما ناخد الاكزامبلز ان افري تايب هديكم باذن الله ابروتش نحل بيه اي question transition يجيلنا. وبإذن الله بعد ما نكون عرفنا الـ approach مع بعض هنحل transition questions. تمام. ده بالنسبة لإيه؟ للسكيمة العامة. عشان نفهمه لازم ناخد مع بعض ال various relationships اللي ممكن تبقى clarified. أول نوع من ال relationships دي و the most common في ال examination relationship اسمها ال contrast. يعني إيه ال contrast؟ يعني two ideas are opposite to each other أو are different from each other. تمام؟ طبعا الكلام مش واضح ومحتاج إن احنا ناخد عليه examples. فهناخد دلوقتي مع بعض examples على الكلام ده.
تعالوا نشوف مع بعض الـ sentence دي. In the past, coffees were blended to suit a homogeneous popular taste. تمام؟ يعني إيه يا جماعة كلمة homogeneous؟ homogeneous يعني the same. تمام؟ أو taste موحد يعني من الآخر. تمام؟ فhomogeneous نقدر نقول إنه the same popular taste، يعني نقدر نقول إنه قبل كده أو زمان كانت الكافي بتطحن بطريقة إن يبقى ليها إيه؟ إن في تيست واحد popular الناس كلها بتحبه، فإحنا كنا بنطحن البن بتاع القهوة بطريقة إن هي تطلع لي التيست دون. دي idea number one في part one اللي هو إيه؟ إن هو the same أو the homogeneous popular taste. جميل؟ idea 2 بقى بتقول لي ايه؟ بتقول لي انه many different coffee flavors are now being produced. ان حاليا تمام عندنا ايه؟ many different flavors are being produced من same في sentence 1 ل different في sentence 2. مش انتوا شايفين يا جماعة زي ان في علاقة contrast او نقدر نقول علاقة difference او ان هما الاتنين يعتبروا شبه عكس بعض، صح؟ فعشان كده دي اللي بنسميها ال contrast relationship. تمام؟ طبعا هو ال question في ال SAT مش بيجيلك step 1 و step 2، يعني هو ده لان انا جايب ال practice دون من Erica Meltzer's ايه؟ ultimate right Ultimate Guide to Writing، فهو بيبقى فيه الـ questions في الأول بالطريقة دي. تمام؟ في الـ practice اللي هو في كل test في كل lesson لوحده قبل ما نروح للإيه؟ للـ tests. جميل؟ ففي بينهم علاقة contrast بينا. حلو؟ ناخد مع بعض example تاني. بصوا يا جماعة على الـ sentence دي. Music serves no obvious purpose. الموسيقى ملهاش هدف محدد. تمام؟ في sentence 1 بتقول لي ايه؟ انه no obvious purpose او ملهاش هدف محدد. تمام؟ لكن sentence 2 بصوا بتقول لي ايه؟ sentence 2 بتقول لي it played a role in every known civilization on earth. إنها لعبت دور في كل civilization موجودة في planet earth عامة. تمام؟ فعايزين بس نتفق على بعض مع حاجة مع بعض على حاجة. مش الحاجة اللي لعبت دور مهم دي نقدر نقول إن هي ليها غاية، صح؟ ليها purpose. تمام؟ أو إن هي مع إن ملهاش purpose غير إنها لعبت الدور المهم ده، فنقدر نقول إن بين الكلمتين دول contrast. تمام؟ إن هو مش عكس بعض. الجملة الأولانية أنا بقول لك إن من الآخر it played no obvious purpose، يعني من الآخر إن ملهاش لازمة، it was of no use. تمام؟ لكن الجملة التانية بقول لك إيه؟ بقول لك إن هي لأ، ده لعبت دور مهم، يعني ليها لازمة. تمام؟ ليها لازمة مهمة جدا كمان. فالـ relationship اللي بينهم هنا تكون إيه؟ تكون contrast. تعالوا ناخد مع بعض example تالت. الاكزامبل ده وان تريكي شويه مقارنه بالاكزامبلز اللي فاتت، ولكن يوضح لنا الفكره اكتر. هنا لو واخدين بالكم في السنتنسز اللي فاتت كنت بجيب لك الترانزيشن في نص السنتنس، لكن خلينا نتكلم هنا انه الترانزيشن محطوط في اول السنتنس ونمسك مع بعض الايه الرول. Modern technology offers remarkable opportunities for self-expression and communication. دي الجمله الايه الاولانيه، ان المودرن تكنولوجي تمام او التكنولوجيا الحديثه ليها افكت بوزيتيف، ده اللي قصدي اقوله لك، افكت انها من الاخر افكت بينيفيشال. تمام؟ ان هي بتجيب لنا بنفيتس زي ايه؟ السلف اكسبريشن، او بتساعدنا على التعبير عن الذات، السلف اكسبريشن، وبتساعدنا على الكوميونيكيشن، صح؟ دي الحاجه الاولى او المعلومه الاولى. المعلومه الثانيه إنه it also offers many possibilities for distraction.
تمام. يعني دي بقى لو واخدين بالكم معلومه contrasting. انا كنت بقول لك في الاول ان هي ليها دور ايجابي وانها بتلعب benefits، زي انها مثلا تساعدنا على self expression و الcommunication. لكن في السنتنس الثاني انا بقول لك انه in other words it causes harm. وايه examples على الharm دون؟ هو اديك example عليه مثلا ان هو بتتسبب في الdistraction، تمام. فنقدر نقول كده ان فعلا التو sentences هناخد بالنا ان في بينهم علاقة contrast او علاقة ايه، او علاقة difference in ideas او opposite ideas. حلو، فبينهم علاقة contrast. طيب بعد ما فهمنا مع بعض سوري بعد ما فهمنا مع بعض يعني ايه contrast، تمام، نقدر ان احنا ناخد مع بعض دلوقتي هي ايه الترانزيشنز اللي بتعبر عن الكونتراست. وبصراحة اعتقد احسن سورس اتقالت فيه الترانزيشنز دي او كان لامم the most popular transitions هو فعلا كتاب اريكا مالتزرز Ultimate Guide to Writing to SAT Writing، تمام. الجروب اللي في النص ده يا جماعة يحتوي كل الكلام او كل الكلمات اللي بتايه اللي بتدل على الكونتراست. طبعا حد هيقول لي بس انا يا مستر انا شايف هنا ان في كلمه contradictors وهنا كلمه contrast، يعني هو contrast ولا contradictors؟ بصوا يا جماعه عشان اسهل عليك، هو هل في اختلاف فعلا بين كلمه contradiction وcontrast؟ ايوه، لكن for the sake of the SAT examination مش هتلاقي ان في الاختلاف ده خالص، تمام. for the sake of the SAT examination هتلاقي ان ايه، ان فعلا اغلب الوقت ممكن ان احنا يعني 99% of the cases ممكن ان احنا نستخدم الاثنين بدل بعض. فلو انا مكانك بيني وبينك for the sake of the SAT examination هلغي كلمة contrast دي واحسب ده كله انه هو ايه list واحدة. لكن اعيد اكرر تاني، يعني احنا لو مش هنتكلم على الexamination وهنتكلم على الenglish language عامة، فلا طبعا 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 في فرق بين لما اقول لك contradiction ولما اقول لك contrast، تمام. لكن for the sake of the examination ممكن ان احنا نعتبر الاثنين ايه the same group، تمام. هنلاقي طبعا ده ان الجروب دون، انا بتكلم طبعا الكولم اللي في النص مش الكوز اند افكت ولا الكونتينيوس، بتكلم على في النص. هنلاقي طبعا ان الجروب دون في ايه، في حاجات كلمات مشهوره جدا زي كلمه but، زي كلمه although، وطبعا ما ننساش however. يعني however دي يعني تعتبر actually اكتر contrast او اكتر transition بيجي في الجروب اللي ايه، في جروب الكونتراست، تمام. هنلاقي غير طبعا في nevertheless، في meanwhile، في instead، في in spite of، even though، even so، despite، otherwise، rather، still، whereas، while، yet، alternately، alternatively، in contrast، on the contrary، on the popular count. لو انت عايز تحفظ transitions معينة انصحك تقرأ تحفظ الليست دي، ومش لازم تحفظها حفظ عمياني اللي هو تقعد كأنك في كتاب، لا، انت ممكن simply انك انت كل question تحس ان فيه contrast ترجع تبص على الليست دي تاني وتشوف ايه اخوات ايه الكلمات اللي ممكن تتقال في الcontrast. هتلاقي نفسك بعد فترة صغيرة جدا بقيت حافظ كل الايه الكلمات اللي بتتقال في الكونتراست. بعد ما عرفنا الكلمات اللي associated بالكونتراست نقدر ان احنا نرجع ونحل السؤال، الاسئلة اللي حلناها. اول حاجة طبعا اول واحدة هتبقى but، واكشلي but ده اكتر حاجة معروفة بالكونتراست، يعني الناس كلها عارفة but، تمام. ده بالنسبة مثلا للكواستشن ده. الكواستشن التاني for example الكلمة ايه الكلمة اللي من دول اللي تنفع تتقال انها contrast؟ هتقول لي however. تمام؟ طيب ده كده بالنسبة لأول جروب. حلو؟ عايزين بقى يبقى احنا كده اتفقنا مع بعض ان أول جروب هو جروب الcontrast أو الdifference. ده actually الmost common، ده اللي بيجي في الامتحان كتير جدا، تمام؟ طيب الجروب التاني اللي بيجي في الامتحان هو جروب ال cause and effect. يعني
يعني ايه cause and effect؟ يعني من الاخر ان السنتنس الاولى تسببت في السنتنس الثانيه، تمام؟ هي المسبب او الاكشن اللي حصل في السنتنس الاولى او الفاكت اللي في السنتنس الاولى هي that resulted في السنتنس الثانيه. يعني السنتنس الثانيه من الاخر هي الريزلت، تمام، او التاثير او الافكت of sentence 1، تمام. وطبعا الكلام ده عشان يكون واضح لازم ان احنا ناخد examples اكتر، فخلونا نبدأ مع بعض ناخد 2 examples دلوقتي على الايه، على this type of relationship. لا هي دي مش معانا، ماشي. طيب بصوا يا جماعة، بالنسبة للexample ده هنلاقي ان هو في sentence 1 بيقول لنا researchers are unable to drill into the earth's core. الباحثين او researchers مش عارفين ان هم يحفروا deep inside في الكوكب لحد ما يوصلوا للنواة بتاعته او للكور بتاعه، تمام. وعشان هم مش عارفين ان هم يعملوا كده، السنتنس بقى البارت التانية من السنتنس بتقول ايه؟ ما احنا في كده قلنا انه usually between two sentences، لكن في الحالة دي مثلا هو مش between two sentences، هو between two clauses، تمام؟ طيب اللي مش عارف طبعا الفرق بين السنتنس والكلاوز دي حاجة هشرحها بعدين، تمام؟ إن شاء الله. لكن دلوقتي ركز معايا بس على درس الترانزيشنز، تمام؟ لأن موضوع الكلاوزز والسنتنسز ده طبعا عايز شرح كتير جدا يعني، فليتس كيب إت فور ليتر أون. أهم حاجة عندي بس إنك تعرف إنك أنت عايز تديتيرمن إيه الريليشن شيب بتوين ذا تو بارتس أوف ذا سنتنس. هتلاقي إنك أنت السنتنس الأولانية بتقول لي إن إحنا مش عارفين نحفر في الأرث كور، وعشان كده as a result نتيجة لذلك ال chemical composition بتاعة الكور remains a mystery، تمام؟ يعني من الآخر sentence 1 الفاكت اللي في sentence 1 إن إحنا مش عارفين ندريل into the earth's core تسببت في ال result اللي هي sentence 2 إنه ال chemical composition remains a mystery. ف sentence 2 نقدر نقول إنها the result of sentence 1، تمام؟ طيب ناخد بص على example تاني. Pyramids are most commonly associated with ancient Egypt. الأهرامات دي بتاعتنا بقى. الأهرامات يعني أكتر مكان مشهور بالأهرامات كان بيبقى usually ancient Egypt. إنه يعني الأهرامات من الآخر الناس بتربط بينها وبين الإيه؟ المصريين القدماء. دي sentence 1، تمام؟ طيب sentence 2 بقى بتقول لي إيه؟ بتقول لي إنه many people are surprised to learn that the Nubians who lived in modern day Sudan constructed a far greater number of pyramids than the Egyptians did. يعني ايه اللي حصل يا جماعة؟ هو sentence 1 بتديك معلومة ان الاهرامات اكتر مكان الناس بتربطها بيه هو مصر، لذلك or for that reason or as a result many people بيبقوا genuinely surprised وبيتفاجئوا لما يعرفوا إن النوبيين اللي هما the Nubians who live in modern day Sudan constructed a far greater number of pyramids than the Egyptians did. هما ليه بيتفاجئوا؟ Why are they surprised؟ عشان they usually associate the pyramids مع ancient Egypt. فنقدر نقول إنه sentence 2 is the result of sentence 1. تمام؟ فإيه العلاقة اللي بينهم cause and effect؟ طيب بعد ما عرفنا، يعني بعد ما خدنا 2 examples وفهمنا يعني ايه cause and effect، عايزين بقى ناخد الكلمات وفهمنا يعني ايه ال cause and effect ده، عايزين ناخد بقى ايه الكلمات اللي بتبقى associated بيه، تمام؟ او ايه الترانزيشنز اللي لما اقولها تعرف ان انا بتكلم على cause and effect. خلونا نقرأ الليست مع بعض، وزي ما قلت لكم يعني أحسن طريقة عشان تحفظ الترانزيشنز إن كل ما يقابلك وأنت بتحل سؤال ليه علاقة بالترانزيشنز ارجع اقرأ، وعرفت مثلا إن هو كوز أند إفكت ارجع اقرأ بسرعة جدا الليست اللي أسوشيتد مع الكوز أند إفكت، تمام؟ أو الليست بتاعة الكوز أند إفكت، مش هتاخد منك وقت خالص وهتثبت المعلومة. لكن مبدئيا خلينا نتفق على حاجة، the most common هما because و consequently، تمام؟ وطبعا ما تنساش therefore.
نقرأ بقى البقية برضو عشان نحفظه. Accordingly, as a result, as such, since, so, thus. تمام؟ دول كلهم associated بالإيه؟ بالcause and effect. وبعد ما احنا عرفناهم، تعالوا نحل الأسئلة اللي إيه؟ اللي كان ليها علاقة بالcause and effect، نقول بقى إيه الإجابة بتاعتهم. تمام؟ هنلاقي في السنتنس دي مثلا ان زي ما اتفقنا قلنا relationship cause and effect، فانهي من دول الاربعة هو اللي ينفع؟ because. تمام؟ في الاكزامبل التاني اللي حليناه كنا قلنا برضو relationship we determined انها cause and effect، فانهي من دول cause and effect؟ هتقولي consequently. تمام؟ ده بالنسبة لإيه؟ لجروب الـ cause and effect. ننتقل من ده للجروب التالت. الجروب التالت اللي هو ياريت بقى كله يركز معايا، لأن الجروب التالت ده يمكن مشكلته الوحيدة إن هو يعني actually جروب اسمه الـ continuous. تمام؟ وده ينقسم لأربع relationships. الـ relationship الأولى giving an example. تمام؟ أعتقد الجروب ده بيشرح نفسه، يعني simply إن أنا في sentence 1 شرحت لك concept معين أو idea معينة، و sentence 2 mainly هتكوني example عليها. تمام؟ example عليها او ان انا بديك example عليها. تمام؟ تاني حاجة بقى، وده جروب مهم جدا، to emphasize. تمام؟ او يعني معناه المفروض ما اكتبش عربي، بس يعني ايه عشان نوصل الفكرة، التأكيد، ان احنا بنأكد على معلومة معينة. يعني ان sentence 1 ان sentence 2 بتؤكد على sentence 1. جميل. وتالت جروب، جروب ال additional information. تمام؟ يعني ان انا بضيف لك معلومة زيادة. ورابع جروب اللي هو جروب ال similarity، او نقدر نقول من الاخر عكس ال contrast. تمام؟ طيب، مبدئيا الجروب ده مع انه يبان معقد في الاول، بس فكرته سهلة جدا. تمام؟ اول حاجة او اول point هي group giving an example، انك انت مجرد تدي example. واعتقد يعني هي من الاخر الجروب ده فعلا بيشرح نفسه. يعني اللي ممكن احنا عايزين عليه examples to emphasize او to highlight، او اللي هو انك تأكد على معلومة معينة. تمام؟ يعني ممكن نكتب هنا حتى to highlight، اللي هو انك تأكد على معلومة معينة. اوكي؟ ده محتاج ان احنا نشرحه دلوقتي، وبعدين نموف اون لجروب الاديشنال انفو والسيميلاريتي. تمام؟ طيب تعالوا ناخد مع بعض تو اكزامبلز عشان نعرف موضوع الامفاسس ده او التاكيد. بصوا يا جماعه الجمله دي مثلا. تمام؟ الجمله الاولانيه بتقول dolphins are highly intelligent. تمام؟ بيقول لك ان الدولفينز are highly intelligent creatures، وعشان يؤكد لك على المعلومة دي ام قال لك ان هم they are ايه؟ they are one of the smartest mammals. يعني هو قصده يقول لك ان هم دولفينز are highly intelligent to the degree، او لدرجة ان هم من اذكى الماملز اصلا. تمام؟ ففي الحالة دي sentence 2 اتقالت كتأكيد. تمام؟ للمعلومة اللي اتقالت في sentence 1. اوكي؟ ده مثلا ده كـ example. تعالوا ناخد example تاني. skilled managers are in high demand. المعلومة الأولانية بتقول لي إيه؟ بتقول لي إنه skilled managers are in high demand، عليهم طلب.
لدرجة إيه؟ أو عشان أكد لك على المعلومة دي، قلت لك إنه management professionals with the right experience and credentials are some of the most sought after professionals. sought اللي هو past tense بتاع كلمة to see، بتاع verb to seek، تمام؟ فأنا ما أقول لك إن هما they are some of the most sought after professionals in the world، يعني من الآخر قصدي أقول لك إنه من كتر ما skilled managers عليهم demand are in high demand، إن هما they are in high demand لدرجة إن أنا بالنسبة لي professionals with the right experience and credentials are some of the most sought after professionals، من أكتر الناس اللي إحنا بندور عليهم، تمام؟ ده example تاني على فكرة ال emphasis أو التأكيد، تمام؟ طيب بعد ما عرفنا يعني إيه emphasis أو التأكيد أو إن أنا أكد على المعلومة، ممكن إن إحنا نشوف الجروب دون إيه الكلمات اللي مشهورة فيه. هما usually two words only، تمام؟ الجروب ده معروف بكلمتين اللي هما in fact و indeed، تمام؟ in fact و indeed. فتعالوا نحل يعني نرجع للإكزامبلز نفسها تاني. هنلاقي في الإكزامبل الأول إن هو هنا simply إداك الـ two examples أصلا، يعني قالك إن أنا to emphasize a preceding statement عشان أؤكد أو emphasize على الجملة اللي قبلها، ممكن أستخدم in fact و indeed، صح؟ وفي الإكزامبل اللي هو اللي إحنا لسه جايين بنتكلم عليه، أولا هو contrast؟ لأ. طب هل هو cause and effect؟ لأ، هو continuation، تمام؟ طيب أنهي واحدة من دول تنفع ك to emphasize أو عشان أأكد على المعلومة؟ هتقولي indeed، تمام؟ طيب ده كده بالنسبة لتاني جروب. يعني اتفقنا ال continuers عبارة عن كام جروب؟ عبارة عن أربع جروبس. الجروب الأولاني giving an example، الجروب التاني to highlight أو to emphasize للتأكيد، الجروب التالت والرابع اتفقنا واحد منهم additional info و additional information، والتاني منهم similarity. الجروبس دي يا جماعة أنا هقول كلمة دلوقتي ممكن تكون controversial شوية ويمكن في ناس تختلف معايا فيها، لكن من تجربتي في الـ SAT فعلا الموضوع ده common. أنا ليه بحط الجروبس دول الـ two groups دول مع بعض؟ لأن هما interchangeable، تمام؟ أو بالأحرى لأنه الـ relationships اللي هما بيقولوها are very similar لدرجة إن أنا ممكن أستخدمهم مكان بعض، تمام؟ أصل يعني خلونا نفكر يا جماعة، يعني إيه كلمة similarity؟ يعني شبه، إن الـ two ideas idea 1 و idea 2 are similar to each other. مش بالعقل كده group addition اللي هو يعني إيه فكرة group addition بقى؟ يعني دي فكرة group similarity، صح؟ إيه فكرة group additional information؟ يعني إن أنا بديك معلومة زيادة عن المعلومة اللي أنت كنت تعرفها. فمش بالعقل لو أنا هديك معلومة زيادة يبقى المنطقي انك تقول لي ان هي برضو سيميلر، صح؟ طيب اللي مش عايز ان هو يفكر فيها وعايز يحفظها كرول، وده اللي انا اشجعه اكشلي، اعرف انك لو لقيت حاجه من جروب الاديشن ممكن تبدلها بحاجه من جروب السيميلاريتي والعكس صحيح، تمام؟ طيب هل ممكن يجي يسالني في اي كويستشن مثلا في الامتحان يكون جايب لي A و B و C و D، هل ممكن مثلا ان هو يقول لي بدلهم ببعض؟ او يكون يعني حاطط لي مثلا for example اول choice contrast، تاني choice مثلا cause and effect، ومثلا تالت choice equal، ورابع choice addition. هقول لك very 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 rare. ولو حصلت انه جاب لك واحده equality والتانيه addition، usually الغلطه ما بتبقاش في واحده من دول، تمام؟ يعني usually الغلطه ما بتبقاش واحده من دول، بتبقى في يعني بتبقى المستيك مثلا يبقى سؤال بيسال على transition زائد another lesson at the same time، تمام؟ فالغلطه اصلا ما بتبقاش في equal ولا additional، بتبقى usually في حاجه تانية في lesson التاني. فعشان تريح دماغك من اللي انا لسه كل قايله، لو انت مش عايز تعبر كل ده الغي ده كله يا سيدي واحفظ الرول وخلاص، ان هما الاثنين are interchangeable، تمام؟ طيب ناخد examples على الجروب ده. بصوا هنا مثلا في الجملة الأولانية قلت لك dolphins are very smart. Furthermore
او ممكن نقول مثلا ان اديشن، او دول كلهم يعني التلاتة دول يا جماعة التلاتة اللي مشهورين قوي في جروب الايه الاديشن، تمام؟ دول التلاتة المشهورين في جروب الاديشن، in addition و furthermore و moreover، ومعاهم برضو also، تمام؟ dolphins are social animals. فقلت ان انا عايز ازود لك معلومة، قلت لك انه furthermore they are highly intelligent، انا بزود لك معلومة زيادة، تمام؟ نفس الكلمة هنا dolphins are social animals moreover they are highly intelligent، تمام؟ طبعا برضو ممكن في both cases ابدلها ب similarly، يعني عشان بس اكون الحتة دي ان انا عارف ان هي غلسة، انا عايز بس اوضح حاجة معينة، هما لهمش نفس المعنى، يعني group addition مش نفس معنى group similarity، تمام؟ لكن بالنسبة للسات، بالنسبة للامتحان وانت قاعد بتحل الامتحان، لا احسب ان هما الاثنين كانهم زي بعض، تمام؟ فانت ممكن تقول لي in addition، ممكن تقول لي furthermore، ممكن تقول لي moreover، ممكن تقول لي also، صح؟ دول كلهم ايه مثلا، ده example على addition. ناخد example بقى مثلا على similarity. الجملة الأولى بتقول لي as mammals dolphins are warm blooded، دي الجملة الأولانية. الجملة الثانية بتقول لي ايه، they nourish their young with milk، فده مثلا اكزامبل على السيميلاريتي اللي زي ما اتفقنا، وانت بتحل كانك بس بتقول اديشنال انفورميشن، بتقول لك من الاخر ان المعلومتين زي بعض او انا بزود معلومه للمعلومه. حلو، they nourish their young with milk. حلو، طيب وايه الكلمتين اللي بيتقالوا في الجروب السيميلاريتي؟ likewise و similarly، تمام؟ يبقى عشان نسمب الجروب التالت ده، لان انا عارف ان هو يعني، بصوا يا جماعه اللي لسه بيتلخبط في الجروب التالت انا اقدر اطمنه واقول له حاجه حلوه جدا، ان الجروب ده برضو الكويستشنز عليه مش كتيره، يعني اكتر حاجه بتيجي في الامتحان الكونتراست، تاني اكتر حاجه الكوز اند افكت، لو الاثنين ثبت ان هم غلط فكر في دول، تمام؟ تمام. طيب عشان نسامب الايه بقى الكلمات على في جيفنج ان اكزامبل، طبعا ممكن تقولي بسهوله فور اكزامبل، صح؟ ده الترانزيشن ممكن تستخدمه، وزي for example في يعني transition تاني اللي هو for instance، فانت for group giving an example عندك for example وعندك for instance، تمام؟ طيب to emphasize أو للتأكيد كنا قلناهم مع بعض، عندك indeed وعندك in fact، دول أشهر اتنين. في جروب الاديشنال انفورميشن قلنا عندنا ان اديشن مور اوفر، هي كلمه واحده بس انا بقى هايلايت الجزء اللي يفكرك بانواع الترانزيشن، فيرذر مور و اولسو، تمام؟ وجروب السيميلاريتي قلنا عندنا لايكوايز وعندنا سيميلرلي. طيب هل دول يا جماعة الـ only transitions اللي في اللانجوج؟ لا طبعا الترانزيشنز كتيرة جدا، ولكن دول the most common، دول أكتر حاجات بتيجي، تمام؟ طيب بالنسبة إن شاء الله بإذن الله later on ممكن بقى نبقى نشرح في الـ upcoming lessons، عشان في transitions معينة بتيجي سيرتها في lessons، تمام؟ يعني الترانزيشن نفسه في فكره لازم تكون فاهمها عنه قبل ما تستخدمه، لازم تكون فاهم لسن معين. يعني مثلا despite for example من ضمن الترانزيشنز اللي لازم عشان تعرف تستخدمه صح، لازم تكون عارف حاجه اسمها participle phrase، تمام؟ مثلا for example في بقى ترانزيشنز اللي بيسموها special cases، فعشان للامانه يعني عشان اكمل الرسمه دي وتكون صح 100% هتقولي ان في fourth group اسمه ال special cases، لكن ده ان شاء الله هنتكلم عليه later on، ده مش transitions كتيرة خالص، دول transitions حرفيا يتعدوا على الصوابع، ويعني ايه very rare، مش very rare بس يعني لا يطبق عليهم الرول دي، فخلوهم لوقتهم، تمام؟ يعني ان شاء الله لما يقابلونا ان شاء الله هبقى اشرحه لهم، تمام؟ زي مثلا ال transitions of time، وزي مثلا of fortune اللي هو fortunately و unfortunately اللي هما يعني لحسن الحظ ولسوء الحظ، دول بنسميهم special cases،
وإيه؟ وممكن إن إحنا نشرحهم في وقتهم يعني، تمام؟ طيب، إحنا كده يا جماعة اللي عملناه لحد دلوقتي إيه؟ أول حاجة إدينا definition، يعني إيه transition؟ تاني حاجة شرحنا ال relationships وإدينا عليها examples. اتبقى حاجتين صغيرين، أول حاجة، تالت حاجة إن إحنا ناخد approach، أو يعني من الآخر scheme نمشي بيها عشان نعرف نحل أي question transitions بدون مبالغة فيما يقل مثلا عن نص دقيقة بالكتير قوي. ورابع حاجة إن إحنا نحل مع بعض بقى إيه mixed examples، يعني إحنا كل اللي حليناه دلوقتي كان مثلا كذا example related لل contrast، كذا example related لل cause and effect. لا، عايزين بقى نحل example mixed، اللي هو إنك أنت تشوف سؤال أنت مش عارف بالظبط إيه الـ إيه النوع الترانزيشن اللي جاي فيه وتستنتجه بنفسك. يعني هنشتغل مع بعض، ما تشيلوش هم ده. فالديفينيشن خلص، ريليشنشيبس واكزامبلز خلصوا. عايزين بقى نتكلم دلوقتي عن الابروتش. بص يا باشا، انت كابروتش هتمشي بنفس الطريقه اللي احنا قلناها هنا، تمام؟ يعني ايه؟ يعني عشان اسهل عليك الدنيا، اول سؤال هتساله لنفسك، هل between the two sentences في contrast؟ لو الاجابه ايوه هتشوف هي انهي واحده من الكونتراست. طب لو الاجابه لا، هتسال نفسك هل في كوز اند افكت. لو الاجابه ايوه هتبص للليست بالترتيب ده عشان ده المور الموست كومن. يعني طبعا في ناس هيطلعها بالسنس، ملناش دعوه، انا بتكلم كتكنيك. يعني لو واحد ما عندوش السنس انه اول ما يقرا، ما يعني ما عندوش reading skills حلوة قوي، فمش أول ما يقرأ السؤال هيعرف يطلع بالظبط ايه relationship. أنا قصدي لو واحد ما يعرفش relationship وعايز انه ايه يطلعها step by step. تالت حاجة بقى هتسأل نفسك، لو لقيت انه لا ده ولا cause and effect، هتسأل نفسك هل هو example. لو لأ، طب هل هو emphasis، يعني to emphasize. لو الإجابة لأ، هتسأل نفسك هل هو من جروب الإيكواليتي أو جروب الـ additional information ولا لأ. يعني دي يا جماعة طبعا سكيمة عامة، بس انت في الآخر عندك أربع choices، فمش عايزين الذكاء يا جماعة المعهود. يعني انت لو لقيت واحدة contrast وواحدة تانية contrast وواحدة cause and effect وواحدة مثلا for example، اكيد مش هتعمل لي الثلاث ستيبس دول. انتوا فاهمين قصدي؟ اكيد هتوقف هنا. انتوا فاهمين انا قصدي ايه؟ عشان انا بشوف عجب والله واحنا بنحل. تمام، بس ده كايه، ده كجنرال سكيم ازاي تحل سؤال، تحل سؤال بتاع ترانزيشنز. احب بس اوضح لكم معلومه اخيره. شايفين في الاكزامبل ده مثلا هنا في اتنين كونتراست، فبالعقل كده اتس فيري رير. يعني انت لو لقيت اتنين كونتراست تمام، خلاص يبقى الاثنين غلط، عشان اكيد مش يعني مش هتبقى العلاقه كونتراست واحط لك اثنين كونتراست، تمام؟ طيب نفس الكلام، هل ده 100%؟ لا، في فيري 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 رير اكسبشنز، بس عشان هم فيري 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 رير اكسبشنز فدي القاعده العامه. فاهمين قصدي؟ لو لقيت اثنين نفس الريليشن شيب الغيهم الاثنين وانت مريح دماغك، تمام؟ لما ان شاء الله بقى قدام، لما نيجي نتكلم في ال لما نيجي نتكلم في الكوردينيتنج كونجنكشنز والسبوردينيتنج كونجنكشنز في البيزك جرامر، يعني هبقى اقول لكم بالظبط يعني لو لقيت اتنين كونتراست ازاي تفاضل بين واحد. يعني ده فيري رير كيس، عمرها ما جت في كل الامتحانات اللي انا حليتها غير مره واحده، تمام؟ فلو لقيت اتنين كونتراست ريح دماغك والغيهم الاتنين وبلاش قرف يعني، تمام؟ طيب بعد ما عرفنا بعد كده ما خلصنا الابروتش او السكيم، عايزين دلوقتي ان احنا نعمل الميكست اكزامبلز. قدامنا هنا دلوقتي يا جماعه الاس اي تي كويستشنز بقى، تمام؟ خلونا ان احنا نحل عليها، تمام؟ هي دي برضو من اريكوز، بس ايه يعني سيؤدي الغرض يعني. طيب بصوا يا جماعه، مثلا في اكزامبل 1 filmed in 1888 round bay garden scene seems primitive in comparison to the slick sophisticated hollywood films of today. دي الكلمة الأول، الجملة الأولانية، تمام؟ يعني الجملة الأولانية simply إيه اللي أنا استفدته منها أو إيه information اللي عرفته منها، إنه it is إن الفيلم ده اللي هو Round Bay Garden Scene
بدائي، يعتبر بدائي او primitive in comparison لإيه، او بالمقارنة بإيه، بال sleek sophisticated Hollywood films of today، الأفلام اللي بتتعمل في هوليوود دلوقتي. دي المعلومة اللي اكتشفتها في أول sentence. تاني sentence بتقول لي إيه، it is the oldest surviving film in existence. تمام. طيب أنا عندي سؤال، هل sentence الأول، نبدأ بقى إيه نشوف السكيم بتاعتنا، هل أول حاجة العلاقة بينهم contrast؟ هتقول لي لا، يعني أنا هنا قلت إن هما primitive، صح إن هما بدائيين بالنسبة للأفلام دلوقتي، وتاني حاجة قلت لك إنه the oldest surviving film in existence، فيعني دول مش حاجتين عكس بعض، العكس دول حاجتين ماشيين في نفس الاتجاه، فهتقول لي إن هي مش contrast، وعشان هي مش contrast لازم إن أنا أشيل دي، صح؟ اللي هي instead دي لازم إن أنا أشيلها، أشطب عليها، دي مش معانا خلاص، عشان instead دي واحدة من الحاجات اللي بتقفل contrast. طب هل ال relationship بينهم cause and effect؟ هتقول لي يعني لا، هو انا يعني هل اقدر اقول لك انه هو the oldest surviving film in existence نتيجة لانه هو primitive او بدائي بالنسبة للافلام التانية؟ اكيد ما اقدرش اقول لك ان دي نتيجة لدي، انتوا فاهمين قصدي؟ عشان كده ما اقدرش اقول لك ان هي cause and effect، هي المعلومة التانية دي مش نتيجة للمعلومة الاولى، فعشان كده هشيل therefore، وهو في غلطة في الكتاب ان therefore متكررة في A و B، فهتشيل لي A وهتشيل لي B. اتبقى لنا كده in fact. In fact اللي هي كانت بتتقال عشان to emphasize او للتأكيد، صح؟ تعالوا نجرب كده نحطها ونشوف هل تنفع ولا ما تنفعش. Filmed in 1888, Round Bay garden scene seems primitive in comparison to the slick, sophisticated Hollywood films of today. In fact, it is the oldest surviving film in existence. تنفع جدا. ليه تنفع؟ لأن أنا فعلا بأكد لك على المعلومة، تمام؟ يعني أنا هنا قلت لك إن هو شكله بدائي، وهو فعلا من كتر ما هو فيلم بدائي، تمام، بأكد لك على المعلومة دي، بأكد لك إن هو بدائي بإن أنا أقول لك إن هو the oldest surviving film in existence، تمام؟ يعني ده هو بدائي، ده بدائي جدا جدا جدا، وانا اؤكد لك على معلومه ان هو بدائي بان انا اقول لك ان ده اقدم فيلم في التاريخ اصلا، عشان اثبت لك، يعني عشان اثبت لك واؤكد لك، تمام، اثبت لك واؤكد لك قد ايه ان هو فعلا فيلم قديم، تمام. فيبقى الاجابه هنا هي سي، ان فاكت. طيب تعالوا ناخد example تاني. الله أكبر الله أكبر. طيب أنا هوقف بس الفيديو يا جماعة، أول ما الأذان يخلص هكمل. رجعنا تاني دلوقتي يا جماعة، بصوا مثلا الexample ده، الجملة الأولانية بتقولي chimpanzees have an omnivorous diet, a troop hunting culture and complex social relationships. تمام؟ الـ sentence الـ transition اتحط في نص الـ sentence التانية، تمام؟ وعشان اتحط في نص الـ sentence في قبله comma وفي بعده comma. الكلام ده هنتعلمه بعدين زي ما اتفقنا، يعني بقول لكم تاني اهتم دلوقتي بس بالـ transitions، انما الـ grammatical rules انه ليه انا حطيته مثلا مرة في اول الـ two sentences ومرة حطيته في النص ومرة يعني between the two sentences ومرة حطيته يعني محاط باتنين كومز، الكلام ده مش عليك دلوقتي، فما تشغلش دماغك بيه، ده ان شاء الله later on هتعرفه، تمام؟ انما النهاردة اطلع لي بالترانزيشنز اهم حاجة. فأول جملة بتقول chimpanzees have an omnivorous diet, a troop hunting culture and complex social relationships. الجملة التانية بتقول لي bonobo monkeys eat mostly fruit, rarely hunt and do not have a strict social hierarchy. يعني أنا هنا في two sentences، sentence الأولانية اديتك كذا معلومة على الشمبانزيز، قلت لك إن هم عندهم omnivorous diet. يعني إيه omnivorous diet؟ omnivorous diet يعني بيأكلوا both animals أو meat and plants، تمام؟ وعندهم troop hunting culture، يعني troop يعني مجموعة،
تمام او فريق. فعشان كده قلت لك ان هم عندهم troop hunting culture، يعني هم عندهم ثقافة ال troop hunting، او ان احنا بنصطاد في مجموعات، وعندهم complex social relationships. تمام. السنتنس التانية بقى قلت لك ان الاذر تايب، ان في حاجة، ان في مونكيز تانيين اسمهم بونوبو مونكيز، تمام، eat fruit، يعني مش omnivores، لا herbivores، بياكلوا fruits بس. فبين هنا ايه في علاقة contrast. ده اول حاجة. تاني حاجة rarely hunt، دول عندهم ثقافة troop hunting وان هم they hunt in groups وكده، التانيين rarely hunt، ففي هنا علاقة contrast. do not have a strict social hierarchy، يعني دول عندهم social relationships قوية، دول أصلا ما عندهمش social hierarchy. تمام، يعني دول عندهم social aspect while دول ما عندهمش social aspect. فنقدر نشوف وإحنا بنقرأ ال contrast من أول حتة لآخر حتة. therefore لما تيجي تسأل نفسك بال scheme أول حاجة contrast، هتقول لي آه، فتختار الكلمة اللي فيها contrast. on the other hand دي فيها contrast فتنفع. تمام، لكن therefore اتفقنا انها cause and effect. moreover اتفقنا عشان ندي additional information. consequently اتفقنا انها cause and effect. فدول كلهم eliminated والإجابة الصح هتكون A. ناخد example تالت. تعالوا ناخد مثلا الexample ده من الباسج اللي احنا قرأناه مع بعض المرة اللي فاتت. Greek yogurt is slightly lower in sugar and carbohydrates than conventional yogurt is. تمام؟ ده ايه؟ ده اول sentence قلتها لك. يعني من الاخر ان انا في sentence 1 كنت بقول لك advantage of Greek yogurt. تمام؟ فقلت لك ان هو يعني في نسبة اقل من السكر ومن الكربوهيدرات او النشويات ده الconventional yogurt او النورمال yogurt اللي هو اليوغرت العادي اللي احنا متعودين عليه. تمام؟ ده اول sentence. تاني sentence بتقول because it is more concentrated Greek yogurt contains more protein per serving thereby helping people stay. هو تكملة الجملة دي مفروض انه helping people stay healthy. تمام؟ فهل العلاقة بين الاتنين دول contrast؟ هتقولي لا. هل العلاقة بين الاتنين cause and effect؟ هتقولي برضو لا. هل العلاقة بين الاتنين بقى emphasis؟ هتقولي لا، لان انا مش بأكد على نفس المعلومة. يعني انا هنا قلت لك ان في sugar، في نسبة اقل من الشوجر والكربوهيدراتس، هنا بقول لك ان في more protein، فانا هنا مش بأكد لك على نفس المعلومة، لا ده انا هنا بضيف لك معلومة، صح؟ فهتقول لي ان الحاجة الصح ان انا استخدمها ان انا استخدم also اللي هي اتفقنا بنستخدمها ايه for addition of new info. تمام، ده مثلا بالنسبة لتالت example كده. we covered النهاردة ان شاء الله الحمد لله ال transitions. وكمراجعة سريعة كنا قلنا ان الترانزيشنز، قلنا a transition is a word or a group of words used to clarify او عشان نوضح the meaning between two ideas او two sentences. ممكن برضو طبعا يكونوا two clauses within the same sentence، بس قلنا ان ده ايه مش الاكبر شوية من الليفل اللي احنا يعني ده ان شاء الله لما نذاكر الكلوزز هبقى لكم الموضوع ده تاني. تمام، طيب كنا اتفقنا ان هو والله يا اما relationship دي فيه contrast، تمام، عشان أقول لك إن two ideas are different from each other. وكنا قلنا list with the most common words، أهمهم يمكن however، nevertheless، nonetheless، despite، although، but. بعدين اتكلمنا عن ال cause and effect. تمام، وقلنا إن هو عبارة عن action resulted in what happened in the second clause or in the second sentence. وإدينا عليه examples كتير، قلنا مثلا عندنا because، قلنا consequently، قلنا thus، قلنا therefore، قلنا as a result. بعدين اتفقنا ان في جروب تالت. الجروب التالت دوان عبارة عن ايه؟ عن ال continuers. واتفقنا ان كان منهم giving an example والحاجات اللي بقولها to emphasize او للتأكيد، وعشان اقول additional information او similarity. واتفقنا ان في special group هنبقى نتكلم عليه later on ان شاء الله، اللي هو ال transitions of time و
الايه السبيشال كيسز زي فورشنتلي وانفورشنتلي وكده. تمام. طيب كنا بعدها اتفقنا ان احنا عندنا ابروتش معين نحل بيه. اول حاجه تدور عليها الكونتراست لان ده الموست كومن، بعدين تدور على الكوز اند افكت، وبعدين تدور على الاكزامبل تو امفاسايز، واخر حاجه additional information او الايه او السيميلاريتي. تمام. ده كده بالنسبه للنهارده. اتمنى ان حضراتكم كلكم تكونوا استفدتوا. and thank you very much. اشوفكم ان شاء الله المره الجايه على خير.